عندي شكاية بعدها الرئيس الجمهورية اللي من خلالها خلق لي تظلم بشكل شديد، وذاك التظلم اللي خلق لي اني جيت البنك ندور عنده قرض، وكان ذاك القرض سببه لان عندي امراه في حرمي وعنده مشروع، وذاك المشروع طلب مني اني لابد من اطلب لها دعم، ولا قديت نجبره مع عن طريق الدين، وقست ذاك البنك ولين جيته قلت له على اني عندي اخلاصي وعندي دي بريمي دخلوا لي، وقال انه الاخلاص ما يقدر يسلف عليه ما وسلف 29 شهر، ومن ثم قالوا لي لين خرسوا لي بريم اللي عندك، قيموا قايسين لي بريم، وقالوا لي انا ذاك كنت فاتح في بي ام سي اي، وقالوا لي اني جيب لهم منه ريليفي دي كونت، وجبت لهم منه دي ريليفي دي كونت، جبت لهم دي ريليفي دي كونت، عدلوا ذوك ليستيماسيون، قالوا لي على اني القرض اللي لي يعطوني على انه يا الله يعود 727,000 جديده، وذاك القرض اللي طاوني 727,000 اوقيه جديده كانت تتمثل على اني ندفع شيانس للشهر 10,900 جديدة اللي هي 109,000 قديمة. تميت إلينا مرق لي كريدي وجف لي كونت، تميت هما دايرين عليا في الأوراق اللي عندهم على اني كل شهر لي تم تنقبض مني 135,000، أي ما يعادل نسبة 80% فوق النسبة المطلوبة القانونية اللي هي نسبة 33%. ولين عدلوا لي ذا جيت المدير التجاري أنا ذاك ينقال له داهي، وينقال له علي ومعاه مدير آخر ينقال له الداهي، جيتهم نين ركلاميت لهم ذا التلاك أني ما نم ركلامي لهم شي ألا كيف تمدى في البادية تتعامل. قلت لهم علي أنا كموظف يلا رقاجي عاملني بالشروط اللي اشتركت معاه، ويعاملني بالشروط اللي ضابطه هو بها القانون وعاطي عليها الترخيص واللي يلا يعاملني بها. لين قلت لهم ذا كأني لا قايل شي في الريح، لذلك لنبين ذي القضية جميع اللي فيها من الاختلالات اللي نبينهم، وكانت زي كذا الاختلالات يلعبوا على ان هوامش تقضية السوق اللي ينقالوا سوق الوكر للتشبيك. هو ذلك التشبيك ما هتلا عاد تشبيك بصورة عامة، تتنفس يشبك تنفسك، توكل يشبك وكيلك، تستنشق الهواء يشبك هواء بالنسبة لك، أصبح عاد فهم سوق وكر للتشباك عن طريق البنوك وما أشبه ذلك. لذلك رافعين ذا الشكوى شور رئيس الجمهورية، ورافعين ذا الشكوى شور الحكومة، ورافعين ذا الشكوى شور الرأي العام، على ذا الشكوى ما يلحقني أنا وحدي، يلحق أي موظف دخله ضعيف ما يتماشى مع النظم الاقتصادية، هذا نوع من الأخلاقيات ما تتماشى مع نوع نحن من الموظفين الضعيفين اللي واحد يجبر 100 زيادة عقب ذيك 100 زيادة الإخلاص ما سلفوا ليه وعادوا يقطعوا الإخلاص كامل، وعدلين حفرة تمثل شارب يطيحوا منها شارب مانع يدروا للإخلاص ويقطعوا. عاد هذه هي شيانس، عاد ذيك شيانس مشيت وقبلت ان افوكا. منين قبلت ان افوكا وجيت للقضاء، هذا هو والده ما هو شقاع يقد حد يعلق عليه عند رجاج لا يسكت ويوخل ويرفع القضايا عن طريق قنوات، والله عن طريق تلميع، والله عن طريق تصعيد ذا النوع من الشكايات، ولاحظت على الهمات قد توصل مع عن طريق القنوات. هذه الشكاية أراني مقدمها من طرف البنك الشعبي بي بي ام، وراني موصل ذي الشكاية وطالب فيها من فخامة رئيس الجمهورية أعلن ويقبض لي فيها حقي، ويقبض حق اللي تابع لي
تابع من الموظفين واللي يلا رئيس الجمهورية يحمي ذا النوع من الموظفين من ذا النوع من ذا النوع من الأعمال المشينة اللي تخلق في البنوك. هي أول شيء يلا يعدل عليها التحقيق في أساليب الفساد. عاد عندهم أساليب اللامرئية في الفساد، وذوك الأساليب يلا توقف.